السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثالثة من برنامج الإكسل. تحدثنا في الدروس السابقة عن التنسيق الشرطي، ولكن فقط في حالة اليساوي. اليوم سنتحدث عن أكبر من وأصغر من وبين، وأيضا القيم المتكررة. حسنا، نقوم بتحديد الخلايا المطلوبة. تنسيق شرطي، قواعد تمييز الخلايا أكبر من، مثلا كل علامة أكبر من 8 قم بتلوينها فرضا باللون الأخضر. موافق؟ قام بتلوين كل علامة فوق 8 والتي هي 9 و10 باللون الأخضر. أما بالنسبة لأصغر من، فمثلا كل علامة تحت 5 لونها باللون الأحمر. فكل علامة كانت تحت 5 لونها باللون الأحمر والتي هي فقط 4، لا يوجد أقل من 4 هنا. أما بالنسبة لبين، تنسيق الشرطي، طبعا أولا نحدد الخلايا. تنسيق الشرطي، قواعد تمييز الخلايا بين. الآن مثلا أريد العلامة التي بين 5 و8 أن تلونها فرضا بالنص الأحمر، أي فقط لون النص باللون الأحمر دون تعبئة الخلية. موافق؟ فقام بتلوين كل علامة فوق أو بين 5 و9 باللون، عفوا، أو بين 5 و8 باللون الأحمر الداكن. هذا بالنسبة للتنسيق الشرطي. طبعا يوجد أيضا تنسيق الشرطي، قواعد تمييز الخلايا، القيم المكررة. مثلا القيم المكررة لونها باللون الأصفر. نجد هنا أنه قام بتلوين كامل الخلايا. لماذا؟ لأن كل خلية مكررة، يعني مثلا 10 مكررة أكثر من مرة، 8 مكررة أكثر من مرة، 9 أيضا، 5، 4، فقام بتلوين كامل الخلايا لأن جميع الخلايا مكررة أكثر من مرة. يمكننا أيضا من خلال التنسيق الشرطي نختار أشرطة مثلا كدلالة على العلامات أو بالألوان أو بشكل أيقونات. فليس فقط الألوان، وإنما أيضا يوجد شرائط وألوان وأيقونات أيضا. ننتقل في الخطوة التالية. مثلا هنا أريد أن أجمع علامات الطالب A في هذه المواد. يوجد لدي عدة طرق لأظهر المجموع. أول طريقة، والتي هي الطريقة اليدوية، أضغط على يساوي ثم أختار الخلية الأولى ثم زائد الخلية الثانية زائد الخلية الثالثة زائد الخلية الرابعة، ومن ثم أضغط على إنتر. هذه الطريقة تدعى بالطريقة اليدوية للجمع. طبعا يمكننا أن نستخدمها في الضرب والقسمة والطرح. مثلا لو أردنا أن نضرب يساوي الخلية الأولى ضرب. طبعا بالنسبة للإكسل الضرب عبارة عن نجمة، وهي اختصار يمكننا أن نختصرها ب شيفت ورقم 8. نكتب شيفت مع 8، هذه اختصار لإظهار النجمة، وأيضا موجودة على الطرف اليمين من الكيبورد. إذا الضرب يساوي الخلية الأولى ضرب، ثانية ضرب، ثالثة ضرب، رابعة انتر، قام بضرب الخلايا. أما بالنسبة للقسمة يساوي الخلية الأولى، طبعا القسمة عبارة عن سلاش، أيضا موجودة باختصار على طرف اليمين، ثانية سلاش، ثالثة سلاش أو قسمة، الرابعة انتر. الطرح نفس الأمر، يساوي الخلية الأولى ناقص الخلية الثانية ناقص ناقص ناقص، ومن ثم عفوا انتر. هذه تدعى بالطريقة اليدوية. أما الطريقة التلقائية للجمع، نختار خلية فارغة، ومن الشريط الرئيسي في قسم تحرير نضغط على الجمع التلقائي. هو يحدد الخلايا بنفسه، فقط نضغط انتر. طبعا الطريقة التلقائية أسهل من الطريقة اليدوية. يوجد لدينا هنا أيضا إظهار المتوسط الحسابي، عدد الأرقام، الحد الأقصى والحد الأدنى.
الآن يوجد طريقة ثالثة للجمع والتي تسمى بالدوال. لدينا هنا عند الـ fx إدراج دالة. هذه الدوال نستخدمها ببعض الأمور مثل الجمع، إظهار أكبر قيمة أصغر قيمة، الطالب ناجح أم راسب كتحصيل، المتوسط الحسابي. يوجد الكثير من الدوال، وهي عبارة عن طرق لإيجاد قيم معينة كما قلنا. مثلا أنا أريد أن أوجد المجموع بطريقة أخرى، فأذهب إلى الـ fx هنا إدراج دالة، طبعا موجودة في الصيغ إدراج دالة، ولكن من هنا بجانب شريط الصيغ أو شريط الصيغة تكون أسهل. نضغط هنا بعد أن نكون قد حددنا الخلية إدراج دالة. طبعا دالة الجمع هي sum SUM sum، موافق. إن كانت فوق الجدول أقوم بإزاحتها إلى طرف اليمين أو اليسار، أحدد الخلايا ومن ثم إنتر. نقوم بتجربتها مرة أخرى، نحدد الخلية الفارغة FX أو المجموع سم، موافق. نحدد الخلايا ومن ثم إنتر مرة أخيرة FX سم، موافق. طبعا إن لم نرد تحريكها من الأعلى من هنا من الخط الأزرق، نضغط على هذا السهم إلى الأعلى فيقوم بتصغير مربع الحوار. نحدد الخلايا إنتر أو موافق، يقوم بجمع الخلايا. طبعا إذا أردنا أن نقوم بجمع سريع لباقي الخلايا، نحدد الخلية وبالسحب عن طريق المربع الصغير الأخضر، عفوا، وبالسحب إلى أسفل، فيقوم بإظهار المجموع لباقي الطلاب. يوجد أيضا دالة أخرى تسمى دالة المعدل، والتي تسمى بشكل الدالة average. هذه الدالة لإظهار المعدل أو يسمى المتوسط الحسابي. وكما نعرف المتوسط الحسابي هو مجموع الأرقام تقسيم عددها. نذهب إلى fx average، موافق. نفس الموضوع، نحدد الخلايا ما عدا خلية المجموع. فالمتوسط الحسابي هو عبارة عن مجموع الخلايا تقسيم عددها، أو مجموع الأرقام تقسيم عددها، موافق. قام بإظهار المعدل لباقي أو للطالب رقم أو للطالب باسم A. نجرب مرة أخرى fx average، موافق. نقوم بتصغير مربع الحوار، نحدد الخلايا ما عدا خلية المجموع، ومن ثم موافق. يمكننا أن نقوم بتعبئة السلسلة من خلال السحب والإفلات، فأظهر لدي هنا مجموع أو معدلات باقي الطلاب. أيضا يوجد لدينا دالة تظهر لنا أكبر قيمة. مثلا في كامل الجدول هذا أريد أن أظهر أكبر قيمة موجودة فيه، مثلا من أكبر قيمة 27 أو 30 أو إلى آخره. فأضغط في أي خلية أريد، أذهب إلى fx، والدالة الخاصة في إظهار أكبر قيمة هي الماكس، يعني ماكسيموم. مثلا نقول هذا الهاتف ماكسيموم سعر شرائه مثلا 130 دولارا، موافق. أقوم بتحديد مثلا ربما العمود نفسه أو كامل الجدول، انتر أو موافق، فيظهر لي أكبر قيمة موجودة في كامل الجدول والتي هي 34. مرة أخرى fx ماكسيموم أو ماكس، موافق. مثلا أريد أن أحدد فقط لهذا العمود، نكبر المربع الحوار، موافق. أظهر لي أكبر قيمة والتي هي 8.5. أما بالنسبة لأصغر قيمة التي هي مين أو تسمى مينيموم، أي أصغر قيمة، نفس الأمر، نختار المين، موافق. نقوم بتصغير مربع الحوار.